ميكرو فريد يقول المثل. كما العاده خرجنا الشوارع ديال الضربيه باش نسولوا الناس على واحد المثل مغربي شعبي قح، اللي هو مسكين خاد مسكينه اش تهنات. الا بغيتوا تعرفوا شكون اللي تهنات خليكم معنا. غنعطيك نص مثل مغربي شعبي قح وتكملنا النص الاخر. مرحبا. مسكين خاد مسكينه وتهنات المدينه. وباش عرفتي المدينه تهنات؟ وتهنات يعني غتهنى منهم غيبقاو يدوروا في الزناقي، اللهم مسكين ياخذ مسكينه ويمشيو تستروا، ما يبقاوش يدوروا في المدينه، ما يبقاوش يدوروا في الزناقي يعني هذاك. وراه ضروري غيعاودوا يستمتعوا لحد يدوروا في المدينه، ماشي مشكل، ولكن غيدوروا في اتجاه الحلال. اتجاه الحلال بكل تواضع. هذاك الشيء اللي كاين. تحياتي. مسكين خاد مسكينه وتهنات المدينه. وانت اش كتقولي؟ كما قالت هي تهنات المدينه. وباش عرفتوا غتهنى المدينه؟ حيت غادي يدير اسره وما غاديش يبقى الفساد وما تبقى شحال ديال الحاجات. ولا هودوا السبت والحد؟ كل ويام. كل ويكاند يهودوا. هو داك الشيء اللي عطى الله. غيبرزطوا المدينه كل ويكاند. لا لا، خاصهم يعيشوا في سلام ويام على قدر المستطاع. اش كيعني هذا المثل هذا؟ تواضع الواحد بكل تواضع. تواضع الواحد يعيش ببساطه. واش غتقولي انت لهذاك المسكين والمسكينه؟ كنقول انا شخصيا مسكين، من مسكين ومسكينه. الله يسهل عليهم في حياتهم وان شاء الله بالوئام. وراه ماشي الاشياء هي المظاهر والاشياء الكبرى، الاشياء الجميله كتكون في البساطه. غتعاونيهم في العرس؟ اذا كان بامكاني علاش لا. وانت هي؟ انا غتعاونيهم؟ نعاونهم. اش غتجيبي لهم نقافه؟ ولا لقيت انا على قدر استطاعتي. انا راه مسكينه اللي تهنات، مسكينه ومسكينه اللي تهنات. انت قلبتي على مسكين وتهنات منكم. وعايشين بسلام، ولادنا الوليدات بسلام، وكل شيء مالها. الفقر ما عمره ما كانش عيب. ماشي عيب. الله سبحانه وتعالى ربما في الفقر خير. راه الناس لو علموا زعما الحاجه اللي عطانا ربي نعلموا ان فيها خير. اش كتقولي انت في هذه الهضره؟ واللي قالتها هي اللي كاينه، هي اختي الكبيره. مسكين خاد مسكينه وتهنات المدينه. واش عرفتي المدينه تهنات؟ ما هني هذه الساعه الحمد لله. ويقدروا يعودوا السبتو لحد يبرزطوها. لا لا لا، ما كاين مشكل، كاين المبرزطين وكاين الناس اللي هما اللي زوينين. اللي زوينين ما غيكونش كلشي مزيان. واش كيعني هذا المثل؟ نعم. هذا المثل اش كيعني؟ وكيعني راه المعنى ديالو باينه، لان الانسان الا مسكين خدام مسكينه تهنات المدينه، والا واحد يعني عفريت خدام مسكينه ما غيتفاهموش. ما والو ما غيتفاهموش. هذا الشيء اللي كاين هو هذا. بكل تواضع. بكل صافي، ما كاينش مزاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. غنعطيك نص مثال شعبي قح وتكملي لي النص الاخر. مرحبا. مسكين خاد مسكينه. وتهنات من المدينه. منك تيو. والاخ رياض ياه؟ اييه. كتبيضر؟ لا ضروري. وبيضر معنا في واحد المثال. مرحبا. غنعطيك النص وتكمل لي النص. مرحبا. مسكين خاد مسكينه. وتهنات المدينه. واش عرفتي المدينه تهنات؟ تهنات على ما تهنات. تهنات من صداع. تهنات من صداع ومن الكرا ومن كل شيء. من كل شيء. من المعيشه ومن كل شيء. غيخو المدينه. ايوا شنو؟ فين غيمشيو؟ ايوا يمشي للبلاد. البلاد يسكنوا في البلاد. يسكنوا في البلاد. بكل تواضع. ايوا اش غادير الا ما قاد على الكراش غيدير؟ وما يمشي للبلاد. لا ما يمشي للبلاد. متأكد؟ متأكد. آه. تحياتي. الله يحفظك.